بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طلبتي الأعزاء، أبناء مدرسة الوطن العربي الفاضلة، حياكم الله. الصف الأول الثانوي الأدبي، اليوم سنبدأ بشرح درس الإبدال. فما هو الإبدال؟ الإبدال وجعل حرف المكان حرف آخر ويكون في الحروف الصحيحة وفي الحروف المعتلة في صيغ محددة. صيغ الأوزان التي تأتي عليها الكلمة التي حصل فيها الإبدال هي صيغ افتعل، مشتقاتها ومصادرها بشرط أن تكون فاؤها أحد الحروف التالية: الواو أو الزين أو الدال أو الدال أو الطاء أو الصاد أو الضم. الأوزان التي تأتي عليها الكلمة التي حصل فيها الإبدال هي افتعل أو يفتعل أو تفتعل أو افتعل أو افتعال أو مفتعل. سنبدأ بإبدال الكلمة التي يكون حرف فائها واو. تبدل هذه الواو تاء ثم تضغم في تاء الافتعال، كما في اتصل، أصل اتصل انتصل، بدليل أن ماضيها المجرد وصل، فوصل فاؤها واو. نلاحظ أن فاء افتعل واوا، وعليه يكون الإبدال اتصل على وزن افتعل، أصلها انتصل، تبدل الواو تاء فتصبح اتصل بتاء الافتعال وتاء المبدلة من الواو، ثم تبدل ثم تدغم التاء المبدلة بتاء الافتعال لتصبح اتصل. فنرجع في هذه الصورة الأخيرة إلى صورتها الأولى. هات الثلاثي المجرد مما يأتي: اتقى، اتفاق، اتزان. نذهب إلى المجرد: اتقى أصلها وقع أو مجردها وقع، اتفاق مجردها وفق، واتزان مجردها وزن. والآن وضح عزيزي الطالب الإبدال في الكلمات التالية: اتكاء مجردها وكلا، فاؤها واوا، وزنها افتعال، أصلها اتكال. أبدلنا الواو تاء لتصبح اتكال بتاء ثم تاء مبدلة لتصبح بصورتها النهائية اتكال بتضعيف التاء. ولا ننسى أن التاء هنا المشددة عبارة عن تاء مبدلة من واو أصلية وتاء الوزن افتعال. أيضا في اتفاق واتزان مجردها وفق، فاؤها واو، تبدل هذه الواو تاء تضغم بالتاء الوزن افتعال لتصبح اتفاق بتشديد التاء. أيضا في اتزان أصلها مجردها وزن، أصلها اتزان، تبدل الواو تاء لتصبح اتزان بتضعيف التاء والتاء المضاعفة عبارة عن التاء الأصلية من وزن افتعال والتاء المبدلة من الواو. أيضا هناك إبدال في كلمات على وزن افتعال ومصادرها ومشتقاتها. إذا كان فاء افتعل أو مصادرها أو مشتقاتها زاياً أو دالاً أو ذالاً، وتبدل هذه الحروف دالاً في الافتعال. مثال: ازدهر أصلها زهرة، نلاحظ أن فاء افتعل زاي زهارة، فاء افتعل فاعل زهرة، فاء افتعل زاياً، وعليه يكون الإبدال ازدهر على وزن افتعل، أصلها زهرة تصبح ازدهرة، تبدل تاء افتعل دالا لتصبح ازدهرة. أما
الذي يدعي الذي أصلها مجرد دعا، نلاحظ أن فاء يفتعل دالا وعليه يكون الإبدال، يدعي على وزن يفتعل، أصلها دعا تصبح يدعي، تبدأ تاء يفتعل دالا تصبح يدعي، ثم تدغم الدال المبدلة في الدال. والآن عزيزي الطالب وضح الإبدال في الكلمات التالية: ادخر مجردها ذخر، فاؤها دالا ووزنها افتعل تصبح ادخر، تبدل الدال الدال دالا لتصبح ادخر، ثم تضغم الدال والدال لتصبح ادخر. أيضا في ازداد مجردها زاد، فاؤها زايل وزنها افتعل أصلها ازداد، تبدل تاء الافتعال ذالا لتصبح ازداد. هناك أيضا إبدالا في الأوزان السابقة من افتعل وصادقة ومشتقاتها: إذا كان تاء الافتعال ط أو صاد أو ض، كاصطلح مجردها صلح، نلاحظ أن فاء افتعل صاد صلح، اصطلح على وزن افتعل أصلها اصطلح، تبدأ تاء الافتعال طاء لتصبح اصطلح. وأيضا في اضطر مجردها اضطر ضرر، نلاحظ أن فاء افتعل باضا واضطرم على وزن افتعل أصلها اضطرم، تصبح بإبدال تاء الافتعال طاء لتصبح اضطرم. هذا الثلاثي المجرد مما يأتي: اضطرم أصلها ضرر، اطلع أصلها طلع. وسؤالك الآن عزيز الطالب وضح الإبدال في الكلمات الآتية: تدخرون، ازدان، متصفا، ازدحام، اصطلى، اضطهاد، واصطمار. شكرا لكم، انتظرونا في الدرس الجديد بورقة عمل للإبدال ودودو.